بقطع عن تمن الطعمية. الله يسلم لك يا رب. طيب إذا من القصف والطيران شلون بدي أحميها؟ هو الله الحامي. بس عاد بفكر مثلي أنا وغيري، أي شخص عنده طفلة أو طفل عنده إياه بالدنيا كلها. قاسم والرعب مو طبيعي والله. الأطفال عنا يعني الرعب اللي عم يواجهوه مو طبيعي أبدا. هلا ولادة ماريا 4 سنين ولدت ضمن السلم، ضمن القصف وضد وضمن عطل إطلاق النار وإطلاق القذائف والغارات الجوية.